قال لي والله امريكا دوله كبرى، واذا كان تدخل من يقدر يمنحها. قلت كيف تدخل في ارض الدوله مستقله يعني في سبب؟ بعد تلاقيت انا وياه قال لي الشيء اللي ما اقدرش نقول لك في الهاتف، العراق بعد الكويت تياح السعوديه. كيف؟ قال لي استطلعنا وشفنا، وقال لي حتى مئات الدبابات كانت منتشره على الجبهه وبتزحف نحو السعوديه. الامر الذي ادى لان السعوديه فعلا دفاع عن نفسها بتحالف حتى مع الشيطان في ذلك الوقت. راحت جابت القوات الامريكيه. اصبح الخطر العراقي في ظل يعني الوضع العراقي اللي موجود الان فعلا يعني مصدر قلق او حتى تهديد لاخواننا في الكويت، في السعوديه، في كل الخليج. وامريكا متعهده بحمايه هذه المنطقه، لان هذه المنطقه هي مصدر هام جدا للطاقه. اذا اذا في تصحيح تفضل. اقول يا اخي عبد الله المملكه العربيه السعوديه واجهه، المملكه العربيه السعوديه مسلمه، المملكه العربيه السعوديه ليست عبيده للاستعمار مثلك ومثل غيرك. من جابك بالحقوق انت؟ من جابك بالحقوق؟ غير صحيح، من جابك بالحقوق؟ لكن لا تتكلم ولا تتورط باشياء مالك فيها لا حق ولا نصيب، والكل هو امامك والقبر هو قدامك. شو كذا؟ شو بقول الله؟ مع امريكا ابدا. اذا ترجع مع امريكا ابدا ان شاء الله ترجع. يعني الحل بيد العرب وخاصه اخواننا في الكويت، يعني يقدروا يحلوا المشكل. المشكل العربي عربي، ما هوش مشكل امريكي عراقي. لا لا، ما في جلسه مغلقه. لا 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 لا، شوف، لو العرب في الخليج ما تجيش امريكا. كانت هذه المشاهد بعد أن قطع الإرسال المباشر.